أين الطفولة؟ مرحبا، كيفكم؟ أنا اسمي محمد، أبلغ من العمر 15 عاما، أسكن في إحدى قرى مدينة نابلس. سيعرض عليكم مشاهد مرت في حياتي وهي من الواقع، أمل منكم أن تنظروا إليها بعين إنسانية وأكثر جدية، لأنه قد يمر بها أي طفل فلسطيني. صباح الخير يا علي. صباح الخير يا محمد. هل قمت بأداء الواجب المدرسي؟ نعم، أتممت على أكمل وجه. صباح الخير. صباح النور. أخرج كتاب اللغة العربية. يلا يلا عدار، روحنا عدار. يا خلاص روحنا. شوف اضرب اضرب. لا الشجرة الشجرة قدام الشجرة. الشجرة اضرب 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 اضرب. جيش الاحتلال يتجه نحو انا. وقف وقف وقف. محمد، انهم يعتقلون محمد، اخذوه. يجب ان نخبر اهله. هيا بنا نخبر اهله. من جوا الزنزان سمعتك يا ام تناديني، يا مهجة فؤادي يما هي حبة عيني. من جوا الزنزان سمعتك يا ام تناديني، يا مهجة فؤادي يما هي حبة عيني. بقول محمد افراج. طلعنا طلعنا وجهلنا السجان. طلعنا طلعنا. سلامتك يا حجة. الله يسلمك يا حجة. ان شاء الله ما بعيدها. ان شاء الله. يلا السلام عليكم. مع السلامة. يمه حبيبتي يمه. لا دراسة لا عمل، فيش شيء. صباح الخير يا محمد. صباح النور. نعدك بأنك ستعود قريبا إلى مقعدك الدراسي. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا على ما قدمتموه لي. مرحبا، أنا عدت إلى مقعد الدراسي، لكن هناك المئات غيري لا يستطيعون العودة. أناشد كل الضمائر الحية مساعدتهم ليكونوا في المواقع السليمة لهم. اكتب يما اكتب كمان، وارسم على كل الجدران.